أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج سما بريس نستعرض فيها أبرز الأخبار التي حملتها أوراق الصحف الصادرة لليوم، والبداية دائما بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد، البداية مع فقط بالخط العريض ونستهلها بما حملته الصحافة السورية لنقرأ من الثورة التي عنونت برعاية الرئيس الأسد تخرج الدورة 37 قيادة وأركان، ومنتدى قازان الدولي لحماية التراث يواصل أعماله بمشاركة سوريا. ومن الثورة إلى الوطن لنقرأ ما جاء فيها لليوم، تركيا تكشف شروط العضول عن العدوان، ومنها إنهاء سيطرة قسد على المنشآت النفطية. تصريحات أنقرة حول رفع مستوى العلاقات مع سوريا تتواصل، ودمشق ثابتة على مواقفها. وناقش إيجاد مخارج وحلول لتأمين المشتقات النفطية. مجلس الوزراء التركيز على محاربة أي خلل في توزيع الكميات المتوافرة من المشتقات النفطية. أما عربيا اخترنا لكم البناء اللبنانية التي كتبت لليوم، روسيا تهدد أوروبا بأزمة طاقة وارتفاع أسعار النفط، والمغرب يحتفل بفوزه بعلم فلسطين. كذلك كتبت دستورية المراسيم في الشغور الرئاسي بالتوازي مع معركة نصاب الجلسات الحكومية. وفي جولة سريعة في الصحافة الأجنبية نقرأ من واشنطن بوست، تراجع تأييد الشعبي الأمريكي لدعم أوكرانيا عسكريا. ذا نيويورك تايمز عنونت لليوم، استهداف قاعدتين جويتين داخل أراضي روسيا جزء من خطة أوكرانية عسكرية أوسع. الغارديان كان عنوانها العريض، أكبر مكتبة لبيع الكتب العربية في أوروبا تغلق أبوابها والسبب زيادة الأسعار. وأخيرا لموند الفرنسية، ماكرون سأتوجه إلى قطر في حال فوز المنتخب الفرنسي. ومن السياسة إلى الرياضة وعناوينها، حيث عنونت صحيفة ماركا لليوم، أسود الأطلس تطيح بأولاد إسبانيا، وجدار كازابلانكا يروض ثيران إسبانيا. كوريالي ديلو سبورت كتبت لليوم، البرتغال تستعرض بسداسية وسويسرا تصعد، البرتغال راموس بديل سوبر يحجب وهجة رونالدو. بولندا البديل القوي لأوكرانيا، عنوان مقال نشرته صحيفة الوطن المحلية وجاء في تفاصيله. وارسو البديل المثالي لكييف في مواجهة موسكو، فأوكرانيا أخذت طريقها إلى التقسيم قسرا. وطلبات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بدأت تصدع الرأس الأمريكي الذي رأى أن أفضل الحلول هو التخلص ونهائيا من الكيان الأوكراني. واشنطن التي تغازل وارسو رحبت بإجراءات الأخيرة على كل المستويات السياسية والعسكرية، واعتبرت أن بولندا هي أهم شريك لها في أوروبا، وخاصة أنها احتضنت مناورات لحلف الناتو على حدود مقاطعة كالينغراد الروسية تحت اسم توماك 22. كييف التي سلمت نفسها للشيطان الأمريكي حانت نهايتها، وبدأ اللاعبون الأقوياء تقاسمها غربا، وخاصة أولئك الذين انصاعوا لأوامر واشنطن وما عصوا لها أمرا ولو كان على حساب مصالحهم الوطنية. وفي فقرة صحافة العدو، كشفت صحيفة هارتس الصهيونية أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أكد في مناقشات مغلقة أنه لن يسمح لأحزاب سياسية غير وزير الجيش بتعيين ضباط كبار أو سحب المسؤولية عن الضفة الغربية من الجيش. ووفق الصحيفة الصهيونية، تم إجراء مناقشات في الجيش بخصوص نقل صلاحيات الإدارة المدنية إلى وزارة المالية بقيادة ما يسمى زعيم الصهيونية الدينية، وتبين أنه لم يتم إبلاغ قادة الجيش بالتغييرات. وفي فقرة تويتر لليوم نتناول تغريدة تحت عنوان، المشي للخلف له فوائد صحية عظيمة تفوق السير للأمام. وفي تفاصيل تغريدتنا اليوم، لا يخفى على أحد فوائد ممارسة الرياضة المشي، ولكن هل المشي بطريقة عكسية تأثيرات على الصحة؟
نشرت دراسة على تويتر تبين أن المشي عكسا مفيد للبالغين الذين يعانون من هشاشة العظام في الركبة، حيث يؤدي المشي للخلف إلى اتخاذ خطوات أقصر وأكثر تكرارا، ما يؤدي إلى تحسين القدرة على التحمل العضلي لعضلات أسفل الساقين مع تقليل العبء على مفاصلنا. ويمكن أن تؤدي إضافة التغييرات في الميل أو الانحدار أيضا إلى تغيير نطاق حركة المفاصل والعضلات، ما يخفف الألم في كعب القدم. أبشر وأنا أخوك، عشاق المستديرة تجمعهم الإنسانية، عنوان خبرنا لليوم في فقرة الصفحة الأخيرة وجاء في تفاصيله. تضج مواقع التواصل الاجتماعي يوميا بمئات القصص ومقاطع الفيديو التي ينشرها عشاق كرة القدم من كواليس الملاعب. إحدى الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم هي لمشجع مغربي ذهب ليشجع فريق بلاده، لكنه وقع ضحية المتصيدين الذين التقطوا له صورة عفوية عرضته لموجة من التنمر بسبب شكل أسنانه. بعد السخرية التي تعرض لها المشجع، يبدو أن هناك من لم ترق له التعليقات المسيئة. يقوم طبيب أسنان أردني بنشر صورة المشجع عبر حسابه في إنستغرام، مناشدا متابعيه ممن يعرفونه بتزويده بوسيلة للتواصل معه، متعهدا بصنع ابتسامة له بالمجان. بعد ساعات كتب الطبيب أنه تمكن من الوصول إلى المواطن المغربي، وقد تعهد بتحمل كافة تكاليف سفره بالإضافة إلى معالجة أسنانه بشكل كامل، ليعلق المشجع في حوار متلفز: الحملة التي تعرضت لها قاسية، أعاني من مشاكل في القلب منعتني من علاج أسناني، ليس لدي كلمات تعبر عن مدى امتناني للطبيب، لقد اتصل بي قائلا: هذا شرف لي أن أعالج أسنانك، أبشر وأنا أخوك. إلى ريشة رسامي الكاريكاتير. وبهذا نطوي أوراق الصحف الصادرة لليوم، إلى اللقاء.